حسونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببني لكم في العرايس جنب شيلوب حيثما كان السد بادار منصوب. حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم رحلة حظ ستة، من هنا من العند محافظة لحج، ومن خلفنا أطلال دار العرائس، فأهلا وسهلا بالجميع. سؤال المشاهدين ونحن هنا على شواطئ مدينة عدن، والسؤال يقول: جعلنا الله خير أمة أخرجت للناس إذا التزمنا بثلاثة أمور، فما هي هذه الثلاث؟ نستقبل إجاباتكم عبر العناوين والأرقام الظاهرة أسفل الشاشة من الآن وحتى غدا الساعة الثالثة عصرا. وكما عودناكم مرارا وتكرارا أن أسئلتنا في هذه الفقرة هي من سورة البقرة وآل عمران الزهراوان. نتمنى لكم حظا موفقا. معلومة وجائزة، ونحن هنا في مدينة مأرب، والسؤال يقول: من هو آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجائزة 80,000 ريال. تعالوا بنا لنبحث عن الإجابة. اسمك الكريم؟ حايز حجيل. حايز حجيل، إن شاء الله تحز على الجائزة. إن شاء الله. من وين يا حايز؟ من نهم. من نهم، حياك الله. الله يحييك. طيب، معلومة وجائزة، والجائزة 80,000 ريال. من آخر من توفي من الصحابة؟ ما بش خيارات. ما بش خيارات ولا جزر ولا حاجة. معك إجابة؟ ما شو خالد؟ أبو أيوب. لا، شكرا لك. اسمك الكريم؟ علي محمد. علي من وين؟ 12 عبرونة. طيب، معلومة وجائزة، اعطيني معلومة صح اعطيك الجائزة ان شاء الله. اذا حظ. من هو اخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم؟ حمزة. شي جواب نهائي؟ نهائي. نهائي. لا. ابو الطفيل. اسمك الكريم؟ حميد منصور الاديب. من وين يا حميد؟ من اب. معلومة وجائزة، من اخر من مات من الصحابة؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان. متأكد؟ اكيد. لا، شكرا لك. من آخر من الصحابة من مات؟ آخر من الصحابة؟ أيوة. من مات من آخر من الصحابة؟ آخر من مات من الصحابة؟ آخر من مات من الصحابة؟ وأعطيك 80,000 الآن جاهزة، وأعطيك من هناك. آخر من مات من الصحابة؟ لا 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 لا، تتلفت لا يمين ولا شمال. لحظة. أنس. لا، أنت عندك إجابة؟ أيوه. اقربها أنا. اقربها أنا بسرعة من أول. اسمك قلت لي؟ نعمان صلاح. يا نعمان الصلاح. إحنا سئلنا من مات، يعني من هو آخر من الصحابة من مات؟ عثمان بن عفان. الخليفة رضي الله عنه. لا. اسمك يا ولد؟ محمد حسن علي صلاح الأديب. من وين يا؟ من القفر محافظة إب. من إب؟ من ديرية رحاب. حياك الله. حياك الله. طيب، من آخر من مات من الصحابة؟ أبو الطفيل.
أبو الطفيل بن عامر. هل هذا والله أعلم. متأكد؟ خلي هذا آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه. هو إن شاء الله يعني هذا آخره. هو كثير من الصحابة من اليمنيين وهذا هو. عيد الاسم؟ الطفيل بن عامر. أبو الطفيل. واسمه؟ أنت قد جبت الإجابة. عامر. اسمه عامر. عامر بمن؟ الطفيل بن عامر. هو أبو الطفيل. أبو الطفيل بن عامر بن من؟ الليثي. الليثي الليثي. 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 صح. إجابتك سليمة وصحيحة. حصلنا عليها هنا في محافظة مأرب. اعطوني الجائزة وجائزتك يا والد 80,000 ريال. مبروك عليك الجائزة. جزاكم الله خير. جزاك الله. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى فقرة حروف مقلوبة ونحن هنا في مدينة عدن في خور مكسر. صح؟ معنا متسابقين اثنين. معنا اليوم حرف، الحرف صاد الذي سنقلبه إلى حرف الألف. تمام؟ تمام. الجائزة 80,000 ريال. 4 أخطاء، كل خطأ يخصم 10,000 ريال. أقلكم أخطاء أكثركم فائدة. هو الفائز فوق الأربعة الأخطاء، يعني 5 أخطاء تخرج من المسابقة. جاهزين؟ جاهز. من عيبدأ؟ أنت ولا هو؟ لا لا اختاروا، لأنه هو اللي عيبدأ يمكن يحسم الجولة الأولى لصالحه. هتحسم أنت من أول شيء؟ يلا. تعال عندي يلا. اسمك؟ محمد جمال. قرب يا محمد. محمد جمال. من وين يا محمد؟ من شبوة. من شبوة، حياك الله. حياك. والأخ؟ من أبيان. من أبيان. اسمك؟ ناصر الخضر. ناصر الخضر، حياك الله. تحية للمتسابقين يا شباب. أقرأ لك القطعة. صهيب صياد الصقور ولكنه قنص عصفورا بجوار قصر صديقات أمه وصبر على صياحهن وجعل نفسه مصابا بالصمم وعاد صفر اليدين واشترى حلوى مصاص لأخيه. تقلب حرف الصاد؟ ألف. شي تركيز. كل الصاد. كل الصادات. كل الصادات. انتبه. يلا. يلا ركزوا. الخطأ 10,000. يلا نبدأ. 1 2 3. وهيب اياد ال دلا براحتك، مالك مستعجل. وهيب اياد الأقور. 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 الأقور ولكنه قنع عافور. بجوار. ايه. بجوار قار صديق. ما هو؟ بجوار قار. قار. ايوه قار. ايوه. اديقات امه. اديقات. 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 اديقات ولا اديقات ديجي. امه. ايوه. ايوه. وابر على اياحهن. ايوه. وجعل نفسه مؤاب. ايوه. بالامم وعاد. بايش؟ بالامم. بالايش؟ بالالم. ها؟ بالالم. ايوه. بالالم. وعاد افر اليدين واشترى حلوى ماء. ماء لاخيه. مشترى ايش؟ اشترى حلوى ماء لاخيه. ماء. كلها الف. ماء. ما 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 يا اخي كم معاه اخطاء؟ ولا حبه. ولا حبه. ولا حبه. لا شرعه. ولا حبه. سرعه يا شباب. لا شرعه. ولا حبه. ولا حبه. هذا معشوب. اسكع عيدا لو سمحت. لا خلاص. شرعه. لا لا لو سمحت. تطلع غلط. انا مثبت على الاوله. انا مثبت على الاوله بس عيدها من هكذا بسرعه. رجاله. ايوه رجاله. لك ما تحتزبش. ايوه غير حلاك. يلا. ايب وهيب اياد الاقور. الاقور ولكنه ايوه قنع عفورا. عفورا. يا بابا. يلا عفورا. انا بدي اقول عفوري. بجوار قار. قار. أديقات أمه. أديقات أمه. وأبر. وأبر.
على اياحهن. أيوة. اياحهن. ايوه. وجعل نفسه ايوه مؤاب بالامم. بالامم. وعاد ايوه افر اليدين. ايوه. واشترى حلوى. أيوة. مئة. اوه صح صح. اذا ما غلطت تساووا. مناصفة 40-40. انتبه على حبة حبة. خلي يجي جنبي لو سمحت. اركز معه. قرب. قرب. لا تضحك. اعطي عليك الفلوس. اهيب. اهيب. اياد. اياد. الصغور. غلط. الغور. يلا هي يلا. الغور. ايوه. ولكنه. ايوه. قناة. قناة. عفورا. عفور. عفور. ايوه. بجوار. ايوه. قار. اصديق. اديقات. ثانية. اديقات. امه. وابصر. اصبر. ابر. ثلاث. ابر. على. اياحهن. اياحهن. وجعل. وجعل. نفسه. نفسه. أماب. ها؟ ماب. ماب. بالأمم. بالأمم. وعاد. وعاد. أفر. ها؟ أفر اليدين. أفر اليدين. واشترى. واشترى. حلوى. حلوى. ماء. ماء الأخي. باء. ماء الأخي. كم من أخطاء؟ ثلاثة أخطاء. واو ولا خطأ. هاتوا لي الجائزة. شكرا علي حسن. حيوا علي حسن يا شباب. مبروك عليك الجائزة 80,000 ريال. تفضل. معلش. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى فقرة بريد الحظ من هنا من مدينة تعز. تحية لأهل تعز وسكان تعز. هذه الفقرة خصصناها في هذه الحلقة للنساء. معنا ثنتين متسابقات. ثنتين. اسمك؟ أم ليان. ها؟ أم ليان. أم ليان. والأخت؟ أم هديل. أم هديل. أم ليان وأم هديل. الله يعينني يحفظ الأسماء إن شاء الله. معاكم كل واحدة تختار ثلاثة صناديق. بعد ما تختاري ثلاثة صناديق معاكم صناديق إكس. هذه خطر، ما تقربوهاش الآن إلا فيما بعد. في صندوق منهن هو ذهبي والباقي فاضي. جاهزين؟ بسم الله. أم ليان اختاري صندوق من عندك. من هنا. من مكانك. 28. 28. تاه. انزل لا نازل. ليش 28؟ مميز لانه عندي. عندك 28 مميز. الله ان شاء الله يكون مميز. بسم الله بداية خير. 5,000 ريال. أم هديل. أربعة. ها؟ أربعة. أربعة؟ أيوة. أحسنتي، خليتيني أنا قريب. أربعة؟ أيوة. متأكدة؟ ليش أربعة؟ رقم مميز عندي. عندكم رقم مميز؟ إن شاء الله يطلع مميز. مميز؟ مفضل. مميز! 10,000 ريال. أم ليان. 16. ها؟ 16. 16. مميز ولا ولا على الله؟ على الله. على الله. اوب 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 اوب. كهرت. للأسف للحصول على 20,000 خاطبيني باللهجة السودانية.
16. السلام عليكم. وعليكم السلام يا زول. اي اسمك شنو؟ ام ليان. ام ليان من وين؟ من تعز. من تعز؟ تعز في السودان. من وين؟ من ام درمان. ايوه. ولا كسله؟ كسله. ولا شنو؟ كسله. كسله. انت من كسله. تطبخي شنو في رمضان؟ من الاكلات اليمنيه سمعيني. سمبوسه. سمبوسه فقط. الله يعينه زوجك. شفوت. سمبوسه. سمبوسه وشنو؟ الطبخات اليمنيه. ايوه سمبوسه. سمبوسه شفوت. شفوت طبخه. ما تطبخي السلطه وبنت الصحن يا جولة؟ سلطه ومنت الصحن. ها شنو؟ كبسه وسلطه ومنت الصحن كل شيء. كيف السوداني؟ ما فيش. راحت عليك 20,000 ريال. أم هديل. 23. كم؟ 23. 23 يا رقم مميز. مميز ولا في شيء؟ انتبهوا في كروت حمراء، في بصل، في ثوم، في ذا، في للحصول على 10,000. قلدي المذيع. لا تروحوا لا هنا. اسمعوا، لا تروحوا لا هنا ولا هنا، خليكم هنا. يا سلام. 10,000. يا سلام، هذه 10,000. آخر صندوق لأم ليان، ركزي. 6. ها؟ 6. 6. 6. رقم مميز ولا؟ على الله. على الله. على الله هكذا. للحصول على 50,000. ولا حاجة. ولا حاجة. خاطبيني باللغة الأسبانية. لا لا لا. لا لا، الصندوق فيه 2,000 ريال. 2,000 حلوة بركة. آخر صندوق يا أم هديل. 18. ها؟ 18. 18. ليش 18؟ كده بس شفت. خمسة ألف ريال. الآن وصلنا للصناديق اللي هي مأكسة. كم معك انتي؟ 7,000. كم؟ 7,000. 7,000 وانتي؟ 25. كم؟ 25. 25. يلا اختاري رقم واحد. ها؟ واحد. رقم واحد وانتي؟ اختار رقم 2. 2. أيوة. بعدها رقم واحد. رقم واحد ما تغيروش؟ لا. نفتح. أعطيكي 10,000 وتسلمي لي الصندوق. لا لا. 10,000. ماشي. عدوا. واحد. اثنين. ثلاثة. أعطيكي 40,000 وتنسحبي. ماشي ماشي. أبدا. طيب أعطيكي 10,000 وتنسحبي. لا لا. 10. أفتح. افتح حتى لو فاضي عادي. أفتح حتى لو فاضي عادي. حتى لو فاضي عادي. يعني عادي عادي. واحد. أعطيكي 50,000. لا ما.
عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة. عادي اللي عادي يكتب الله. عصفور في اليد ولا عشرة. اللي يكتب الله خلاص عادي. يا حتى لو طلع فاضي عادي. لحظة صلي على رسول الله. أعطيك 50,000 يقول لك عصفور في اليد ولا عشرة. لا لا خلاص أنا مقتنع. مقتنع خلاص حتى لو هو فاضي خلاص عادي. خلاص عادي أنا مقتنع. براحتك. أنا والله إن قد فعلت جهدي. خلاص وأنا مقتنع بكلامي. خذي 50. أنا خلاص مقتنع. لا لا مقتنع حتى. ها تراجعتي؟ لا لا 50. ما تراجعش. 50. ماشي ماشي. واحد اثنين ثلاثة. آخر فرصة 50. لا لا خلاص عادي. عصفور في اليد ولا عشرة. عادي عادي. أنت أعطيت 40. واحد اثنين ثلاثة. أعطيكي 50,000. وانسحبي. لا خمسين. شو نصحتها؟ اللي مكتوبة باخذه. إذا مكتوبة واحد أعطيك 100,000. طيب نعد. أنا نصحتها صح؟ واحد أعطيك 200,000. أنا بصراحة والله ما أنا عارف إيش في الصندوق. والصدق أنا خلاص انسحب. تنسحبي؟ أيوه. 200. أما الآن تنسحبي بال 200,000. أيوه. آخر قرار. آخر قرار. آخر قرار. أيوه. خلاص هذه 100 بالبركة وهذه 100 الثانية. نفتح الصندوق. أشوف أنا إيش فيه. ريال. ها لا 150. مشاهدينا الكرام بريد الحظ كان معنا الأخت أم هديل. كم ربحتي؟ 25. اخترتي الصندوق اثنين. صندوق اثنين. أعطيتش 50,000. ما رضيتي تنسحبي رغم إصراري وأقول لك 50,000. ما رضيتي تفهميني. هذا اسمه بريد الحظ. الأخت أم ليان حسبتيها صح ولا هو قد حظ من الله؟ حظ من الله. كم معك قبل الميتين؟ 7,000. أعطيتك 200 في الصندوق وانسحبتي وطلع في الصندوق كم؟ 150. والآن كم معك؟ 217. 207,000 ريال. مبروك عليك الجائزة. مبروك عليك الجائزة. مشاهدينا الكرام باقي فقرات وفقرات. لا تروحوا لا هنا. خليكم هنا. فلسطين قضيتنا ونحن هنا في مدينة سيئون ومن خلفنا قصر الكثير. والسؤال يقول في أي عام اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة؟ والجائزة 80,000 ريال. تعالوا بنا نبحث عن الإجابة.
اسمك الكريم؟ عمر صالح سالم مقد تريم. يا عمر، عمر مقد. مقد. حياك الله، من وين؟ من تريم. تريم الغناء. نعم. طيب، فلسطين قضيتنا. نعم. وقضية كل مسلم ومسلمة. نعم. طيب، السؤال يقول متى اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة؟ 1948. 1948. متأكد؟ الشيء إجابة نهائية. 1948. لا، شكرا لك. اسمك الكريم؟ قتيبة عبد الكريم عاشور بجبير. قتيبة. أيوة. حياك الله. حيا الله يحيي. يا قتيبة. أيوة. فلسطين قضيتنا. أيوة. متى اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة؟ اندلعت انتفاضة الحجارة في 2002. 2002. أيوة. جواب نهائي. أيوة. ما في خيارات. ما فيش خيارات. الله ماشي. مش عارف. يلا شكرا لك. أنت في فقرة اسمها فلسطين قضيتنا. السؤال يقول متى اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة؟ ما بش خيارة. ما بش خيارة. الله يعلم. آه؟ والله يعلم. من قال الله أعلم فقد أفتى. يلا شكرا لك. حياك الله. اسمك الكريم؟ صدام الشامي. صدام من وين يا صدام؟ من صنعاء. يا صدام، في أي عام اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة؟ 1930. و30. متأكد؟ أنا اشتي جواب نهائي. متأكد. إجابة غلط. يلا شكرا. اسمك الكريم؟ الاسم حسن رجب مصري. حياك الله يا حسن. الله يحفظك. من وين يا حسن؟ من تريم. من تريم الغناء. من تريم عيديد. نعم. عيديد. نعم. حياك الله. الله يحييك. فلسطين قضيتنا. نعم، وقضية كل المسلمين إن شاء الله. كل مسلم ومسلمة. كل مسلم ومسلمة. نعم. إن شاء الله نتمنى لهم النصر العاجل إن شاء الله. يا رب العالمين. آمين يا رب. يا رب العالمين، دعواتنا معهم. نعم. في كل صلاة. في أي عام؟ في أي عام اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة؟ وأنا أعطيك جائزة. في أي؟ في أي عام اندلعت انتفاضة الحجارة؟ أطفال الحجارة. في عام 1987. أطفال الحجارة. تو. أيوة. تو. أيوة، متابعين القضية الفلسطينية يوميا يعني. من يوم بدأت الأحداث هذه الأخيرة حقهم، ونحن نتابع التواريخ والأحداث وكل شيء. حقهم ولا حقهم؟ حق الفلسطينيين هم. فحقنا كلنا. أيوة، حق المسلمين يعني بشكل عام. نعم. نعم. 1987. اندلعت حرب أطفال الحجارة. انتفاضة أطفال الحجارة. الحجارة. نعم. 8 ديسمبر. 1987. 8 ديسمبر. 8 ديسمبر. صح. إجابتك سليمة وإجابتك صحيحة وتستحق عليها 80,000 ريال. أعطونا الجائزة. وهذه جائزتك، وصلت بسلام الله وحفظه إلى هنا. 80,000 ريال جائزتك. اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة في عام 1987. 8 ديسمبر. ديسمبر. جائزتك كم؟ 80,000 ريال. مبروك عليك الجائزة. شكرا. ورسالتنا في هذه الفقرة للجميع: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عمرتك معنا من هنا من مدينة الخوخة محافظة الحديدة. وقبل أن نبحث عن من هو سعيد الحظ لهذه الفقرة، تعالوا بنا لنشاهد تقريرا مصورا عن الفائز في العام المنصرم في الحلقة 14 من شهر رمضان المبارك، وهو قاسم محمد قاسم في محافظة شبوة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اليوم كانت زيارة موفقة إلى مزدلفة وقبل عرفات، ونحن الآن في جبل الرحمة حيث يصعد إليه جميع الحجاج، والحمد لله الذي وفقنا لزيارة هذا المكان، ونسأل من الله القبول. والله بالنسبة للشعور، حقيقة شعور لا يوصف. نسأل من الله القبول، ونسأل من الله أن نعود لهذا المكان مرة ثانية ونحن حجاج بإذن الله، وكم نتمنى ذلك، ونسأل من الله أن يوفقنا إلى ذلك خلال المرحلة القادمة.
عليكم، كيف الأحوال؟ الحمد لله رب. اسمك الكريم؟ عبد الناصر زيد صعيد. أنت صياد هنا؟ والله أنا يعني مع الصيادين في. ها تمشي مع الصيادين؟ يعني. وش منتظر أنا تعال؟ بس قاعد دور صيد ودور. خساره. خساره. أيوة أي سهل لك ربي. الله كريم. طيب أنت ضيف فقرة عمرتك معنا. ثلاث خطوات إلى مكة. إذا عديناها نتوكل على الله مكة. قول إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. قول إن شاء الله من نصيبك. إن شاء الله من نصيبي. أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ ولا اعتمرت. ما قد اعتمرت. حلو، باقي لك خطوتين. الخطوة الثانية وهذه دائما، جوازك موجود؟ لا مش موجود. ما فيش جواز؟ لا. ربي بيكتب لك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يلا شكرا لك. شكرا. اسمك يا والد؟ أحمد محمد أحمد الرفاعي. يا عم أحمد كيف حالك؟ الحمد لله. أمور طيبة. طيبة. فقرة عمرتك معنا. ثلاث خطوات إلى مكة. تمام. إذا عديناها نتوكل على الله. أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ حجيت. حجيت؟ أيوه. الله يتقبل منك. شكرا لك. اسمك الكريم؟ نبيل عبد الله دبوان. نبيل عبد الله دبوان من وين؟ من مديرة زبيد. من زبيد؟ دبوان فيه تعز موجود. الجد اسمه دبوان. ها الجد، حياك الله. طيب عمرتك معنا ثلاث خطوات إلى مكة. إن شاء الله. أول خطوة إن شاء الله تكون من نصيبك، قل لأ. إن شاء الله. أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ لا. حلو. الخطوة الثانية وهذه دائما تعرق لنا، جوازك موجود؟ نعم. مجدد جاهز؟ مجدد جاهز. ساري المفعول؟ وساري المفعول إن شاء الله. يا سلام، اعطوني الإحرام يا شباب. شكرا يا دبوان، هذا الإحرام جاهز. باقي لك السؤال، إذا أجبت على السؤال تتوكل على الله وتلبي وتروح مكة إن شاء الله. قل يا رب. يا رب. نبيان نبيان مرة بوادي عسفان، وادي عسفان أو عسفان هكذا ورد، وهما يلبيان إلى بيت الله الحرام، من هما النبيان؟ نبيان من رامي إيش؟ بوادي اسمه عسفان أو عسفان أو عسفان، وهما يلبيان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، من هما النبيان؟ وأنت لو جاوبت أتلبي مثلهم. إبراهيم. إبراهيم. نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم. ومحمد. محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. شكرا لك. اسمك يا والد؟ نعمان محمد. نعمان محمد سعد. حياك الله يا عم نعمان، كيف حالك؟ تمام. أمور طيبة. فقرة عمرتك معنا. أيوة. ثلاث خطوات إلى مكة. أيوة. إذا عديتهن توكل على الله مكة. جاهز؟ جاهز. أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ لا. ما قد اعتمرت؟ ولا حجيت؟ لا. ولا حجيت؟ عاد أنا ماشي. كم عمرك؟ عمري حوالي 70 سنة. 70 سنة. 40 40. أنا أدري يا أحمد. طيب. طيب الخطوة الثانية، جوازك موجود؟ نعم. مجدد جاهز؟ جاهز جديد. ساري المفعول؟ ساري المفعول. هاتوا لي الإحرام. باقي لك خطوة. أيوة. إذا جاوبت على السؤال توكل على الله. مشتغل العمرة؟ مشتغل بيت الله؟ أيوة نعم. قل يا رب. نعم إن شاء الله يا رب. من هما النبيان؟ من هما النبيان اللذان مر بوادي عسفان أو عسفان وهم ملبيان؟ ما أعرف أمشي. ها؟ لا. قل لي من؟ ما أقدر لهمش. ما تقدر لهمش؟ أبداً؟ لا. صراحة بدوي أقرأ ولا أكتب. كان نفسي. شوف أنا أدي لك واحد. أخذت ساعد معك. وأنت الثاني تدي الباقي أنت. أيوة. نبي الله صالح. نعم. والثاني منو؟ محمد. لا. محمد. هود. ها؟ هود. هود. أيوة. متأكد؟ متأكد. متأكد؟ أيوة. إن شاء الله. هود.
هود. هود. نبي الله صالح ونبي الله هود. ايوه نبي صالح ونبي الله هود. تعرف تلبي؟ ايوه. لبيك اللهم لبيك. خلي الوحده. لبيك اللهم لبيك. ايوه. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والملك لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مبروك عليك العمرة. الكرام الميدان يا حميدان وصلوا على النبي العدنان. اللهم صلي وسلم. صلي عليه يا زول. اللهم صلي وسلم. صلوا عليه أعزائي المشاهدين من هنا من الميدان من محافظة المهرة محافظة الأمن والسلام والأمن والأمان. تحدي جديد ولعبة جديدة مع الزول ده الأستاذ عماد. حيو. حياك يا أستاذ. ومع الزول الرائع مرغني اللاعب السوداني المحترف هنا في مدينة الغيضة ونحن في السواحل الجميلة. أي؟ ولكن للأسف الشديد هذا العمامة بعد قليل عطير. أنا واثق إنها أي؟ لا يمينا بالله ما بطير بطير أنت أيوة الدب. نعم عنطير بالفوز إن شاء الله. مشاهدي الكرام تابعونا ولكن نتعرف في البداية. محمد الخضر من شرف الوليدي. محمد اسم طويل. أعطيني محمد الخضر من شرف. يلا. صالح المي صالح. يا سلام. كرامة خميس سلمان. آه سلام عليك يا كرامة. أنا أملي فيك يا كرامة. عليك يا سلام. ها عبد الله علي. من عبد الله علي؟ عبد الله علي. ارفع الصوت. عبد الله علي. أيوة عبد الله. محمد عبد الرحمن عوض. محمد. إذن حي الفريق الأحمر يا شباب. فين التحية؟ فين التحية؟ أيوة أيوة يا شباب. أيوة أيوة الأحمر بيفوز يا اليوم. يا مرغني يا مرغني. نتعرف على فريقي الأخضر. أنا متفائل جدا. اسمك شنو؟ سرور محمد. إيه؟ يوسف بخيت. لا يا يوسف داري صوت اقوى. يوسف بخيت. لا اقوى. يوسف بخيت. يلا. سلطان نيم. سلطان. محمد حداد. محمد حداد. ايوب سالم. ايوب سالم. حياك الله يا زول. انت زول وكالة. وانت مغشوش. شاهدينا الكرام مع الجولة الاولى. يا زول آه. بنبدأ الآن الجولة الأولى. يلا. والجولة الأولى فريقك مطلوب منه ينقل الماء بطريقة عكسية. آه. ونشوف إيش بيسووا معهم. 60 ثانية. المخرج جاهز 60 ثانية. يلا. يعني اللي يجمع كمية ماء أكثر في 60 ثانية هو فايز. في 60 إيش الثانية؟ وفريقك في 60 داهية. يلا يا زول. يلا جاهز. بسم الله. 1 2 3. أكيد الفريق المعجزة الفريق العظيم الفريق الرائع هذا اللي حققه يا أستاذ خالد. هذا نحطه هنا خليه هنا يا أستاذ خالد لبعدين عشان المقارنة. الآن يا أستاذ خالد الجولة الأولى ستكون مع فريقي. الجولة الأولى الآن ستكون مع فريقي أيضا الفريق الأحمر. تابعوا يلا شباب.
الجولة الأولى الآن مع فريقي الأحمر، وفريقك للأسف يا خالد شكلك خسران من البداية. يا زول يا زول يا زول، يلا 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 يلا. جاهزين شباب؟ واحد اثنين ثلاثة، بسم الله على بركة الله. لا 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 لا، حيوا الأحمر، حيوا حيوا الأحمر، حيوا حيوا الأحمر، حيوا الأحمر، حيوا حيوا الأحمر، حيوا الأحمر، ما تشوف ما يشوف يا أستاذ، ما تشوف. أحسن، بهدوء، براحتك براحتك، أيوة. يا سلام عليك، براحتك، ركز. يا سلام يا سلام، حيوا الأحمر الأحمر، عليك بترقص. ثلاثة اثنين واحد، انتهت. يا سلام يا سلام على الفريق الأحمر. يا سيد خالد يا سلام، تعال شوف يا سيد خالد. أيوة الآن يا سيد خالد، سيد خالد الآن وصلنا إلى إيش؟ وصلنا إلى عقوبة الخاسر. عقوبة شنو؟ أستاذنا الحبيب الزول مرغني، فريقنا الأحمر فاز في الجولة الأولى. أقوى تحية للفريق الأحمر. الآن في عقوبة، أيش العقوبة؟ تعال يا أستاذ تعال. الفريق الأخضر خليك مكانك، الفريق الأخضر من تتوقعوا منكم الخمسة كان سبب الخسارة؟ اختاروا واحد تتوقعوا سبب الخسارة، سريع. من سريع؟ تعال الزول ده؟ ده خليه يوقف هنا يا استاذ. شنو سويت يا زول؟ خسرت الفريق، ربنا يجيب اجلك. يجيب اجل في الخير ان شاء الله. طيب استاذ خالد، لان شكلك حلو وجميل، ممكن تريحنا شويه كذا، تبعد شويه. انت شوف لا عندي، شوف لا عندي. العقوبه الان، تفضل يا استاذ، خذ حقنا الماء الذي فزنا به. خذ الماء، لا خذ الماء، سريع. تعال هنا، تعال هنا. واحد اثنين ثلاثه. يا سلام. اذا مشاهدينا الكرام، الجولة الاولى انتهت للفريق الاحمر، تابعونا في الجولة الثانية. مشاهدينا الكرام، بالرغم خسارتي في الجولة الاولى، لكن انا بحسمها في الجولة الثانية والثالثة ان شاء الله ونفوز. والله من صورتك كذا كلك حزن، زول كله مأساة. الميدان يا حميدان، وصلوا على النبي العدنان. بتشوف يا كعبول. حاضر يا سوداني. طيب يا كعبول، بتشوف. الآن الطريقة بستين ثانية فقط، وهم جلوس. أي مركزين يا زول، مركزين، مركز، ركز على السطل هنا يا يلا. زول ما فازوا واقفين، بيفوزوا جالسين إن شاء الله، بيفوزوا. يلا نعد لهم، واحد اثنين ثلاثة. يلا أيوة أيوة أيوة، أصب. أيوة صب 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 صب. وبتشوف هذه مخالفة. أيوة أيوة أيوة. أيوة أيوة أيوة. لا تشوف لا تشوف يا زول يا أبا. أيوة كم باقي الوقت؟ الوقت انتهى، وقف. يا أحمر يا مرغني، تسمع؟ مشاهدينا الكرام، رأينا في الجولة الثانية الفريق الأخضر، الآن الفريق الأحمر وستين ثانية. المخرج جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة، على بركة الله. أيوة أيوة أيوة.
سلام على الشباب. انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت. نشوف يا مرغني، انتهى الوقت. نشوف يا مرغني، نشوف نشوف. انتهى الوقت يا جون. قول الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. للاسف الله اكبر. والنصر الاخضر، شوفوا الفريق الاحمر كم جمع. شوف الفريق الاحمر، شوف الفريق الاحمر كم جمع. احمر شنو؟ بالاخضر. الماء اخضر صح، الماء اخضر للفريق الاخضر. الجوله الثانيه فاز يا شباب. الله اكبر الفريق الاخضر. الفريق الاخضر، يا سلام. تستاهلوا، تستاهل. وأين المنافسة؟ امشي امشي، والله العظيم اديك بنية في حنكك. الشوط الثالث من نصيبي، الشوط الثالث من نصيبي يا زول. صلح صلح على الإبرة لو سمحت. هذا كفن. مشاهدينا الكرام، تابعونا في الشوط الثالث. الجولة الثانية انتهت وكانت للأسف لصالح مرغني. هاي تحية للزول مرغني. أيوة. ستين ثانية، ولكن المطلوب مش نقل السطل حق الماء، لا، يصب من واحد للآخر. يلا جاهز يا مرغني؟ يلا يا زول. فريقك جاهز؟ بسم الله. واحد اثنين بسم الله. ستين ثانية صب. أيوة صب. أيوة صب. بسم الله. أيوة شباب سريع الحركة، الوقت الوقت سريع. ايش ما قلت لك؟ يلا. أيوة يلا. أيوة أيوة يا سلام عليكم. أيوة يلا. أيوة شكرا جزيلا. انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت. نشوف نشوف ايش سوى الفريق الاخضر. استاذ خان يا مرغني، ايش هذا يا مرغني؟ بارك الله في الغليل، بارك الله في الغليل. مشاهدينا الكرام، الجوله الثانيه حسمها الفريق الاحمر، معلش. والثالثه ذا الحين من حسمها؟ انت. ايوه باقي جولة. لا لا حسمتها أنا ولا أنت، إحنا في الجولة الثالثة. فريقك جمع كمية بسيطة، الآن نشوف فريق إيش بيسوي. بارك الله في القليل. واحد اثنين ثلاثة. ستين ثانية أنت. أيوة أحسن، براحتك. أيوة يلا شب، ركز ركز، براحتكم دلدلة، براحتكم. نفوز، نتفت عادي، ركز يلا. نفوز، ضروري نفوز يا شباب، ضروري نفوز. ايوه يا سلام احسن. لحظة 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 لحظة، شو سوى الفريق الاخضر؟ هذه المخالفة عن عبيها الامن للبحر، وانتهت لصالحنا. واحد واحد والله العظيم يا زول، سويت كده، قلت لك بارك الله في الغليل، بارك الله في الغليل. الله اكبر والنصر للاخضر. لا 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 بس خلاص يا شباب، خلاص يا شباب. الزول مرغني، الزول مرغني، تابعت معانا اللعبة وكان فريقك فريق فاشل. فاشل شنو؟ فاشل بكل المقاييس. لا يا زول والله يا يمينا بالله ان فريقي هو الفائز، صح يا جمهور؟ لا لا والله انت طيرة. جيب الجوائز يا زول، انا بوزع الجوائز. ايوه جيب الجوائز. الفريق الاحمر والفريق الاخضر، اعتقد الجولة الاولى كانت للاحمر والجولة الثانية للاخضر، والجولة الثالثة كانت من نصيب الأخضر. الأخضر أعتقد أنها كانت تعادل. 130 ألف ريال في 130 ألف ريال. تفضل يا زول. يلا شباب مبروك عليكم. أيوة أيوة أيوة.
الكرام نترككم في حفظ الله ورعايته، أنا واللسول مرغني على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج رحلة حظ ستة في نفس الوقت ونفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آي ¡Gracias!